أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جميلة وجديدة من برنامجكم نارا نورا. ونشكر رب من أجل كل حلقة ربنا بيدي نور جديد لكل المستمعين والمشاهدين اللي بيشاهدوا البرنامج الجميل ده. والنهاردة بصراحة يوم نور فيه زيادة، لأن النهاردة عيد الأم ست الكل، وأنا متأكد أن الرب يسوع هيدي مسج ورسالة لكل إنسانة بتحب الرب وبتحب ولادها وبتحب بيتها. وانا اثق ان الحلقه دي هتبقى مميزه، وبالاكتر واحنا معانا ضيفه غاليه، ماما امال واصف. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي يا ست الكل، واحنا فرحانين جدا جدا انك معانا. شكرا. وانا عايز اقول لكم ان كان المفروض يبقى معانا ماما سونا، لكن الحقيقه هي يعني عندها بعض الامور ما قدرتش تيجي معانا. احنا بنقدس عذرها وبنباركها في اسم الرب يسوع المسيح، والى لقاءات اخرى بنعمه الرب يسوع. لكن الحقيقه احنا فرحانين جدا ان الرب في وسطينا وان ماما امال موجوده معانا النهارده. اهلا بيكي مره كمان يا ماما امال. شكرا يا مايك. يعني الحقيقه اقول ايه، اقول بركه غاليه جدا جدا انك تكوني معانا في المناسبه الحلوه دي عن الأم. وأنا أثق أن في أمهات كتيرة النهاردة بتسمعنا، وأنا متأكد أن ربنا هيدي رسالة لكل أم في هذا البرنامج العظيم. خليني ماما أبدأ معاكي ببعض الكلمات اللي موجودة في سفر الأمثال أصح 31 عن المرأة الفاضلة. هاخد أول عددين وهاخد كمان أعداد من العدد 10. قال الكتاب المقدس في أمثال 31 وعدد 1 و2، بيقول الكلام ده: كلام لمؤيل ملك مسة علمته إياه أمه، ماذا يا ابني؟ ماذا ثم ماذا يا ابن رحمي؟ ثم ماذا يا ابن نزوري؟ ثم ابتداء من العدد 10: امرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين، هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها، تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما، تنطق حكويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تشعر أن تجارتها جيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل، تمد يديها إلى المخزل وتمسك كفاها بالفلكة، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين، لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها لابسون حللا، تعمل لنفسها موشيات لباسها بوس وأرجوان، زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض، تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني، العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي، تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل، يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها، بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا، الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح، اعطوها من ثمر يدها ولتمدحها أعمالها في الأبواب. آمين. مرة كمان بنرحب بماما أمال، أهلا وسهلا بيك في البرنامج مرة كمان. أهلا بيك كمان. أعزائي المشاهدين، النهاردة زي ما قلت لكم يوم مش عادي، وأنا بالمناسبة دي عايز أقول لماما كل سنة طيبة، لأن هي سبب بركة كبيرة جدا جدا في حياتي، وأنا ممنون لكل الناس اللي حطت
بصمتها في حياتي. لكن الأم وضع تاني. النهاردة هنتكلم عن المرأة الفاضلة، وهنتكلم قد إيه المرأة دي مهمة جدا جدا جدا. بس نفسي أبتدي بأول سؤال لماما أمال، ليه الكتاب المقدس كتب العبارة الحلوة دي المرأة الفاضلة؟ ليه ما سماهاش المرأة المؤمنة؟ ليه ما سماهاش المرأة الجيدة؟ ليه حط لها بين قوسين الفاضلة؟ تفتكري هل في مناسبة؟ أنا بحس إن المرأة الفاضلة أكتر من المرأة العادية، لأن المرأة العادية هي اللي ممكن تعمل كل حاجة، يعني ممكن تعمل كل اللي هو مطلوب منها لأولادها لزوجها للناس. بس هنا الست المرأة الفاضلة دي حد كامل، يعني مش كاملة في الكمال اللي هو احنا يعني طبعا نعرفه، لكن ان دي بتعمل كل حاجة ومش منتظرة حاجة. فهي بتعمل اللي عليها واكتر. لو انا هعمل اللي عليا بس يبقى انا عاملة زي العبد البطال، كل ما امرت بيها هعمله. لكن هي دي بتعمل اكتر من اللي عليها. يعني تفتكر كلمات المسيح اللي قال اذا احببتم الذين يحبونكم فاي إيه؟ فضل لكم. احنا بنتكلم على الفضيلة هنا، وبنتكلم اني مش تحب اللي انت بتحبه، لكن في حاجة زيادة زي ما حضرتك اشارتي هي بتعملها. تفتكر ايه الزيادات اللي ممكن تعملها المرأة الفاضلة؟ يعني مثلا لجوزها، ايوه، هنا يحتاج ان هو هنا بتقول ان هي تعمل له خيرا لا شرا كل ايام حياتها. ازاي الست ده هي جوزها دون يكون مكرم في عينيها؟ ازاي تكون بتخاف ربنا فيه؟ ازاي تكون فعلا معينه سنداه؟ ازاي ما تبقاش عبء عليه نفسي؟ صدقيني انا مش هجملك، لكن انت زوجه فاضله فعلا للاخ فايز فؤاد، خادم الانجيل الجميل اللي الناس كتيره قوي. لكن فعلا انا متاكد ان كل كلمه بتطلع من حضرتك هي كلمه معاشه، ونتمنى ان يا رب كل ام موجوده بتتفرج علينا دلوقتي ان الرب يخليها مثال عظيمه لكل امراه فاضله يا رب باسم الرب يسوع المسيح. اتفضلي كملي، ليه هي فاضله؟ يعني الزوجة لازم، يعني إذا كان هو مثلا ما يقدرش يصرف على البيت كويس، هي لازم تكون يعني سبورت ليه، تكون سنداه. هي لازم تكون سنداه ماديا، سنداه سنداه في البيت، سنداه مع ولادها، مكبراه قدام ولادها، عطياله قيمته، ولما قدام الناس تديله قيمته برضه واحترامه. واللي بتقوله قدامه بتقوله من وراه. الله، يعني اللي هي عايش، اللي هي يعني في شفافية، يعني ممكن يكون في البيت بتقول قدامه حاجات وبرضه من وراه بتقول هي نفس الحاجات. فهي مش بتقول قدامها حاجة، قدام ولادها حاجة، ومن وراه حاجة. وازاي هي تبقى هي اكتر واحدة تبقى رابطة البيت؟ والحاجات دي كلها مايكل ما بتجيش غير محضر الله، هو بيعلمها. ما بتجيش غير بمحضر، من محضر ربنا، من عند رجلين ربنا يا حبيبي. لما تيجي هي تتعلم كده ازاي عايزه اربي ولادي، ازاي جوزي دون، ازاي ارفعه قدام الناس. طب افرض هو مش كويس، افرض هو بيضايقها، افرض هو سلوكه وحش، طباعه غيرها، بيعكنن عليها، ارميه من ورايا؟ لا، ايوه، ده ربنا عطاهولي. وده اللي أبيجال عملته. أبيجال عملت كده، هي جيدة الفهم وجميلة الصورة، بس جوزها قاسي ورديء الأعمال، وهي حاجة وهو حاجة. أيوة. بس هي عايشة معاه وهو مش محسسان ده هو حاجة تاني. الكلام ده موجود في صمويل الأول 25. صمويل الأول دي ست في الكتاب المقدس بتحط مثل قدامنا. تمام. إزاي الست دي بالرغم إن جوزها كان شرير وكان قاسي وعن رديء واحمق وغبي، بس هي ما كانتش، وهي كانت عكسه. ما نعرفش ليه اتجوزته وايه الظروف، لكن لما اتحطت في الوضع ده، ايوه، ما عملتش يعني انها هي ما قالتش احسن منه بقى ولا داود ينتقم منه. ولما جت المشكله بتاعتها ولما جت الظروف الصعبه بتاعتها، قدرت تقف، تقف من وراه وتكبره، وحاسه المشكله بتاعته حطيتها على نفسها كانها بتاعتها هي. يعني خدت مكانه.
عشان كلام ده كلام بصراحة يتحط في الاعتبار، اني انا مش عذري ان جوزي ممكن ما يكونش كويس وانا ما بقاش فاضلة. لا، انت هتبقي فاضلة لغاية ما يجي زوجك للمسيح. ايه رأيك في الكلام ده؟ ده أكيد، تربح الرجال ده أكيد. من سيرة النساء النساء بدون كلمة، بدون كلمة، وده وعد للستات بس، خلي بالك ما جاتش مثلا تربح السيدات من سيرة الرجال. الكتاب كتب حاجة محددة للنساء في الآية دي، والآية دي فعلا أنا أعرف ناس كتيرة جدا جدا. قابلت زوجة في لبنان أنا ما أقدرش أنساها أبدا، قالت لي زوجي كان يمنعني إن أنا أروح الكنيسة، وراحت قالت لي كان يمسك رجليا كده وقال لها أكسرك لو أنت رحت الكنيسة، كأنها بتروح حتة وحشة. وكنت مذهول من الكلام اللي قالتها لي. قالت لي اتعلمت منهج القداسة أخ مايكل علشان أربح جوز المسيح. 12 سنة بصلي بركع بقول له اضربني اشتمني اعمل اللي أنت عايزه، بس أنت هترجع للرب وهتكون في يوم من الأيام للرب يسوع المسيح. يعني اطمني المشاهدين إن حتى لو زوجك برضو ما كنتيش حابة إن يبقى بالشكل ده، لكن أنت هتستمري فاضلة. تحب تطمنيهم؟ الحقيقة أنا أعرف واحدة ست كان جوزها مدمن وكان حرامي، والست دي كانت ست فاضلة وكانت من عيلة كويسة، بس الست ده هي عرفت الرب بسبب الظروف ده هي. الحقيقة ما كانتش بتتكلم عليه وحش، وما كانتش بتغلط فيه قدام عيالها، برغم إنها بتتضرب وبتتهان وبتتبهدل وبتجوع ومش لاقية حاجة، لكن الست ده هي كملت معاه وكسبت ولادها. فالحقيقه في امثله كثيره قوي قدامنا، يعني هي دي اللي اتقال عليها امراه فاضله. اكيد اكيد. اعزائي المشاهدين، احنا بنرحب بكمان مداخلاتكم معانا مع الارقام اللي هتظهر على الشاشه. من فضلك تعالى نتكلم شويه عن الام، وتعالى نسأل كمان أسئلة محتارين فيها. أنا أثق إن الرب يسوع هيجاوب كل إجابة. الأرقام هتظهر قدامكم على الشاشة، كمان الصفحة الخاصة ببرنامج نارا نورا هتبقى موجودة. علق، يعني تعالى نتكلم، وأنا أثق وأؤمن إن في مكالمات كتيرة النهاردة تبقى للمنفعة. ماما أمل، عايزين نتكلم نقطة بسيطة عن كلام لموئيل ملك مسا علمته إياه أمه، بتستوقفني قدام الآية دي. علمته مين اللي بتعلم؟ سليمان. ده سليمان حكيم الزمان، لكن الغريبة في القراءة الكتابية يقول لك علمته إياه أمه. ده معنى كده إن أمه حكيم عن سليمان؟ تفتكر إيه؟ هو الحقيقة إن كل الكلام اللي هي أمثال 31 ده علمته له بسجبع أمه. الحاجة اللي بتعجبني قوي إن بسجبع دي كانت حياتها قبل ما تحمل بسليمان. هي اللي غلط معاها داود، واعتقد ان هي كانت سبب من الاسباب، لان ما فيش حد ابدا. الست دي وقفت تستحمى في البلك في السطح كده وهو شافها، فهي كان برضو هي ما كانتش احسن حاجه. فبعد الولد الاولاني اللي ربنا قضى عليه بان هو يموت بسبب الشر بتاعهم هما الاثنين، لما اتحط التاني، لما ربنا عطاها التاني ببطنها، هي قالت انا هسميه لموئيل. لا، يا ابن رحمي يا ابن نزوري. لموئيل معناها مكرس. يا لموئيل معناها مكرس. يعني ممكن يكون السادة المشاهدين مش عارفين انه سليمان كانت مسميه امه اسم تاني اسمه لموئيل. معنى سليمان معناه لموئيل، يعني مكرس. 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 فانا هي حطت جواها ان الولد ده من ساعة ما اتحط ببطنها انا هصلي له، انا هتعلم من ربنا ان انا هيبقى في تغيير في حياتي. وابتدت تعلمه كل حاجه كانت اعتقد انها كانت جديده على حياتها. ايوه، يعني ازاي اتغيرت. اتغيرت. فياما ناس، ياما ستات، يعني عايزه اكلم ستات كتيره، ياما قبل ما بنعرف المسيح مين ممكن اكون قوي، يعني بيحصل مني اخطاء كتيره وابقى قاعده محصوره في الحته دي وقاعده متضايقه ازاي انا عملت كده. لكن رب النهارده بيورينا اهي واحده علمت احكم واحد في الارض كان علمت امه،
وعلمته أول حاجة علمتها له إزاي لا تعطي حيلك للنساء ولا تركك لمهلكات الملوك، وليس للملوك يا لمويل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا لعظماء المسكر. علمته أهم حاجة في الحياة، فأنا ينفع أعلمه كده لما أبتدي علاقة وسما تبقى مفتوحة عليا، أمين. وأبتدي علاقة بيني وبين الرب، هيعلمني أعلم ولادي إزاي وأنسى الماضي. والرب بدأ بيقول لها كده أنا ختمت على الجديد، وأنا هطلع لك سليمان حاجة مختلفة. صدقيني وانت بتتكلمي اشعر بحضور الرب اللي بيدي امل لامهات كتير. تقول انا ممكن ربنا يصنع مني واحده فاضله. ايوه، زي ما صنع لبيت شبع امراه فاضله بعد كل اللي حصل في القصه الاولانيه، علمته اياه امه. ما اجمل هذه الايه، يا من شخص كان بعيد عن الرب لشخص يعني عرف الرب وعرف احكام الرب وكمان بيدي درس. يعني اصحاح 31 ده من اجمل الاصحاحات اللي موجوده في سفر الامثال. ده مش تعليم، وده تعليم امه. الحقيقه واحنا بنقرا مع بعض الاصحاح بتاع 31، حسينا ان في 7 نقاط الرب عايز يكلمنا ويكلم البرنامج، واحنا كمان بننتظر المكالمات اللي جايه لنا. فربنا ادانا وقت هنكمل ال7 نقاط دي مع بعض. ماما ايمان، احنا عايزين نتكلم على اول نقطة، المرأة وزوجها. قال الكتاب بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج الى غنيمة. المرأة وزوجها. ثم هنقول نقطة تانية، المرأة واولادها. ثم نقطة تالتة، المرأة واهل بيتها. ايه الفرق بين ابنائها واهل بيتها؟ اللي هي اقاربها، حماتها، اخواتها، قرايب جوزها، وهكذا. ثم النقطة الرابعة، المرأة وفتياتها اللي هم الناس اللي بيخدموها. والنقطة الخامسة، الفقراء والمساكين من شعبها. والستة، الخطاة من حولها. والسبعة، لو ربنا ادانا وقت، الشهادة لإلهها. فأنا نفسي بس نشير لأول آية، بها يثق قلب زوجها. يعني إيه مرأة فاضلة مع زوجها؟ هل تفتكري تبقاش فاضلة غير مع زوجها؟ وهل يا ترى افرض مات زوجها، هل يا ترى هتستمر فاضله، ولا هي بس ايام وقت جوزها هتبقى فاضله وبعد ما يموت مش هتبقى فاضله؟ تفتكري تعلقي بتقولي ايه من الايه الجميله دي؟ يعني الكتاب علمنا ان في امراه، في امراه كان جوزها تقي ومات، لكن بعد ما مات وكان البيت ما فيهوش حاجه خالص، ما راحتش لحد. لما جه المربي ياخد الولدين بتوعها عشان ما عندهاش حاجه في البيت وعايز ياخد منها الولدين، فهي ما راحتش لحد. فالتقوى بتستمر. فهي راحت لرجل الله وقاليش ده بيمثل محضر الله، بيمثل ان انا رايحه للرب. فهي راحت اتصرفت زي ما هي بتتصرف طول حياتها. فالتقوى، التقوى بتكمل. امين. هي لما قالت له أنت تعلم أن زوجي كان يخاف الله. وفي بعض المتأملين يقول لك طيب هي زوجك ساب إيه في البيت؟ الميراث، دهنة زيت. يا سلام لما يسيب زيت الروح القدس موجود جوه البيت. يا سلام لما المسحة تبقى موجود وقوار الدقيق. أنا عايز أقول لك الدقيق في 25 رمز للمسيح، وقد ايه هو مشبه ابيض ونقي زي الرب يسوع، وقد ايه ان هو كمان ممكن يصنع منه الخبز وهو الخبز النازل من السماء. طبعا كلام كتير قوي عن الدقيق، لكن هي كانت تخاف الله حتى بعد ما جوزها كان ميت. فاضله مع زوجها. عندك ايه كلام كمان لزوجها؟ فاضله لزوجها. يعني لما انا اكون بخاف الرب كده، فجوزي بيبقى، انا بيبقى لي علاقه بربنا، فجوزي بيبقى مطمن على البيت، مطمن على الولاد، مطمن ان انا بعرف العلاقه بيني وبين ربنا بتخليني اعرف ادبر بيتي، اعرف اتعامل مع الناس. العلاقه بيني وبين ربنا بتخليني اعرف اتعامل مع جوزي كويس. فتبص تلاقي ان هو انا بالنسبه له كغنيمه في البيت. انا هو مطمن على البيت، مطمن على العيال، مطمن على اللي بره واللي جوه، مش بتعمل له مشاكل بره.
هي قاعده مش بتعمل له مشاكل، هي علاقتها مديه سلام للبيت عامله سلام للبيت لزوجها. عطياله سلام، طبعا طبعا. عطياله سلام، عطياله سنده. احنا معانا تليفون دلوقتي من الاخ نشأت من القاهره. اخ نشأت اهلا بيك، اهلا بيك، انت على الهوا. اهلا بيك يا اخ نشأت. اهلا بيك، ازيك اخ مايكل؟ معايا. ايوه يا فندم، انت على الهوا دلوقتي. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا اخ مايكل، عامل ايه؟ اشكر ربنا يبارككم. الله يباركك. ازيك الاخت امان؟ انا بتكلم مش عشان امان اختي، الحقيقه حبيب. بتكلم لانها فعلا امراه فاضله. ايوه. وانا شخصيا يعني مديون لها بكتير، لان هي كانت سبب من اسباب ان انا اجي المسيح وكل البيت وماما كل حاجه. هي فضلت ورانا بالكلام عن الرب يسوع لحد ما الآية اللي بتقول تخلص أنت وأهل بيتك. نعم. هي شافتها محققة، حتى بابا قبل ما يروح السما فضلت وراه تصلي معاه لحد ما شافت الكل في ما بين إيدين المسيح وكله إخواتي بيخدموا الرب. فأنا عايز أقول لأمال، أنت بجد امرأة فاضلة، ربنا يباركك ويبارك حياتك ويستخدمك الوقت اللي جاي لمجد اسمه. امين. اخ نشأت الحقيقه دي شهاده عظيمه جدا جدا انك تقولها على الهوا، وانا الحقيقه ده حماسه لاي انسان بيصلي ولاي امراه بتصلي من اجل الاب ومن اجل الام ومن اجل الاخوات انها تربحها المسيح. حضرتك مرنم معروف وناس كتير قوي بتحبك، والحقيقه دي مفاجاه كبيره ان احنا نعرف ان الاخ نشأت وصف كانت السبب، الاخت امال هي كانت اسباب من ضمن الاسباب القويه ان هي تجيبه للمسيح. ده مش كده، دي بركه في حياتي في حاجات كتير قوي، لو هنحكي نقول كتير على راي المرنم يعني. ايوه ايوه ايوه، ربنا استخدمها بقوه في حياتنا وما زال بيستخدمها معايا ومع والدتي ومع اخواتي، وربنا يباركها. ما بجد امراه فاضله، ربنا يباركها في كل خدماتها. شكرا لمداخلتك الجميله اخويا نشأت، يعني بصراحة مداخلة أنا نفسي حسيت إن قلبي يعني دبدب كده لما بيقول مرنم زي كده ومحبوب وفعلا شخص تقي إن يقول السبب في مجيء للمسيح هي طنط أمل. تفتكري الصلاة هو السبب؟ الصلاة هي السبب. أيوة. إحنا كنا عائلة مدمرة نفسيا ولما عرفنا المسيح عرفنا يعني إيه معنى معنى النعمة ومعنى محبة المسيح، فاتخذنا من حتة بعيدة قوي وجينا رب جابنا كده بقوة كده. والحقيقة أنا عايزة أقول حاجة يعني عن أمي، يعني أنا برضو أمي عرفت رب عن طريقي، وماما كنا عايشين مش كان في خلافات في البيت وكده، فأنا كلمتها عن ربنا وهي كانت عمالة تكلمني وتقول لي أنا مظلومة أنا مظلومة أنا مظلومة، وهي فعلا كانت كتير مظلومة، لكن الست دي يعني عانت معانا كتير ودفدفت علينا كتير وتعبت معانا كتير قوي، بس ما فرطتش فينا أبدا يعني، وقفت جنبنا بطول السنين وغاية ومعانا ومع عيالنا. المهم قعدت أصلي معاها 3 ساعات ده في اليوم اللي في اليوم اللي فيه كلمتها عن ربنا، وهي عماله تقول ربنا ظلمني ربنا ظلمني. وفي اخر ال3 ساعات قالت انا الحقيقه انا غلطانه في حق ربنا، وانا وحشه وانا مش عارفه اغفر، وانا يا رب سامحني وانا هغفر للناس اللي ظلموني وتعبوني. وبعد الصلاه ماما اتغيرت تماما وقالت انا كان جوايا جمره نار من عدم الغفران والمرارة وتشفيت. مجدا للرب. معانا كمان أيمن من البحر الأحمر، أهلا وسهلا بك يا أيمن. أيمن أستأذنك توطي التلفزيون وتكلمنا من التليفون. الله يباركك، الله يباركك يا أيمن، أهلا وسهلا بيك، أنت على الهواء. أهلا بحضرتك الأخ مايكل معايا. أيوة يا فندم، أهلا بيك. اهلا بحضراتكم، انا بحييكم على البرنامج. اهلا بيك. وبعد اذن حضرتك كنت عايز انبه او عايز انبه حضراتكم بالنسبه لل الو. ايوه يا فندم انا سامعك، انا سامعك. انا حضرتك انا ما بخش على الهواء. لا انت على الهواء فعلا، كل الناس سامعاك، اتفضل. تمام يا فندم، بالنسبه للموضوع الظاهره الفاضله اللي بنتكلم فيه، انا حضرتك متزوج من 5 سنين.
بقعد اكلمها في الجنينه. تمام. الخدمه كانت سبب في مشاكل كتيره في البيت. وبتفضل الخدمه عن البيت وبتنزل بدون اذن. وفي الكنيسه لما بتكلمهم بيشجعوها على الكلام ده، بيقولوا لها الرب اهم من زوجك، وانت مش اول حاجه كده في الكنيسه، في 20 حاجه زيك. أيوة. وجودك اهم، ممكن تسيب جوزك وتتفرج على الفيلم سوا. أخ أيمن، ده كلام صدقني أنا لو مكانك طبعا هكون متضايق جدا جدا جدا، بس أنا عايز أقول لك على شيء. الخدمة مش أول حاجة فعلا. إحنا دايما بنقول ثلاث حاجات لازم تبقى رئيسية: واحد، الرب، اتنين، البيت، ثلاثة، الخدمة. أنت سمعني أخ أيمن؟ دي أول أولويات أي حد، زوج وزوجة: واحد، الرب، اتنين، البيت، ثلاثة، الخدمة. آخر حاجة خالص الخدمة، خدمة السيد. لأن أنا لو ما رعيتش بيتي إزاي هخدم كنيسة الله زي ما بيقول. فصدقني اللي أنت أشرت إليه ده في يعني عامل مشاكل مش بس ليك أنت كمان، لكن عامل مشاكل لناس كتيرة. طب ممكن أسألك سؤال أخ أيمن؟ أنا هو الموضوع وصلها لقريطة. لا بعد الشر. أخ أيمن، أنا كويس ان حضرتك اتصلت، وانا اثق واؤمن، وانا هبكي من اجلك وهصرخ من اجل الرب يسوع من اجلك، لكن ارجوك تعال للرب يسوع المسيح حلال المشاكل. قول امين يا ايمن ان الرب أمين. الرب هيعمل معاك معجزة وهيبني بيتك. مش صدفة انك انت استمعت. صدقني ياما مشاكل كتيرة، ومش ممكن الخدمة هتبقى سبب في انفصال البيت، وانا واثق انك انت لو تعرفت على الرب. انا للاسف وحدين بقول الكلام ده على الهواء. الخدمه كانت اساس خطاب بيتي، او مش الخدمه، فهمها هي للخدمه. ايوه، عشان ما نظلمش الخدمه. الخدمه عمرها ما بتكون انها سبب خطاب، الخدمه سبب بركه، لكن فهمها هي الخاطئ للخدمه سبب قاد البيت لقضيه طلاق مع اخوها حاليا. اخي ايمن، انا عايز اقول لك انك انت بتعرف تتكلم، واضح ان انت شخص متفاهم، وانك انت كمان بتعرف تركز كويس في اللي بيجي لك. لكن انا عايز اقول لك على حل وحيد انا وماما امال كمان عايزين نقولهم لك: اتقابل مع الرب وصلي من اجل زوجتك، بيتك هيرجع احسن من الاول. امين. صدقني كتير احنا بقالنا 6 سنين على الله هذا، وده سبب يعني انفياسي. ممكن، بس امين. انا واثق بصلاتكم وصلاه للاخت امال. امين يا رب. اكيد ان شاء الله. ارجوك صلي مع ماما امال ان ربنا يصلح الحال، وانا متاكد ان الرب هيعمل معجزه بنعمه الرب يسوع في بيتك. غمض عينك معايا واسمع الصلاه، ولو قالت لك على صلاه كمان ردد وراها. يا رب. يا رب احنا بنشكرك يا رب لانك بتسمع الصلاه. يا رب احنا بنشكرك لاني عبدك ايمن وبيته بين ايديك يا رب. يا رب احنا بنشكرك لاني انت ليك في الموت مخارج يا رب. أمين. وانت تقدر يا رب تدخل في البيت ده. هو يا رب انت تقدر توصل لايمن، توصل لمراته. أمين. انت ما عندكش ابدا يا رب، مستحيل يا رب. يا رب من فضلك تعالى وصل البيت لحضرتك يا رب، فيعرفوا يا رب هما الاثنين يتحل المشكله دي. حطيناها قدامك يا رب، حطيناها قدامك يا رب. وانت هتكمل يا رب، هتكمل. ايمن واولاده ومراته يتجمعوا بحضور الروح القدس يا رب، وتفهم الزوجه ان هي غلط يا رب. نشكرك يا رب. امين امين امين. ايمن، انا اثق ان الرب هيدي لك حكمه، واثق كمان ان بيتك مش هيتهدم، لكن بيتك هيتحط على الصخر المسيح. انا متاكد ان الرب هيعمل معجزه ليك. الحقيقه تليفون قوي، ومتهيألي ان دي مش مشكلة ايمن لوحده، لكن مشكلة ناس كتير. احنا لسه بنتكلم على النقطة بتاعت يثق قلب زوجها. هذا الاخ مش واثق قلبه. هل تفتكري هل هي الشماعة بتاعت خدمة الكنائس؟ ولا هل يا ترى انت شايفة ان التلات امور اللي انا شاورت عليهم: الرب، البيت، ثم الخدمة، ايه تعليق؟ إيه، لما بعرف اخضع على الرب، بعرف اخضع على جوزي، وبعرف ابني بيتي. لاني ان انا ادي بره وانا بيتي خربان، ده بيت منقسم على ذاته. يعني اذا كنت انا أيوة. ببني بره وما ببنيش البيت بتاعي، فازاي ازاي هبني بيوت بالخدمه بره واتكلم في البيوت بره وانا بيتي خربان؟ والايه واضحه: لالا تلام
لألا تلام الخدمة. نعم بالضبط، لألا تلام الخدمة. إزاي أنا هعلم زوجة في بيت إنها تربي ولادها وتخدمهم وتتعامل مع جوزها وأنا نفسي ما بخضعش؟ إزاي ولادي أنا يحترموني وإزاي ولادي شايفين إن في البيت خلافات بسبب إن أنا عكس الكلام اللي أنا بقوله بره؟ يا رب يسوع المسيح، أنا بصلي إن ربنا يعمل حاجات كتيرة قوي في قلب الناس اللي بتتكلم الحاجات اللي مش عايشاها. خلينا نروح لتليفون كمان. مؤمن من أسيوط، مؤمن أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا سيد مايكل. مؤمن من فضلك يعني وطي التلفزيون واتكلم بالتليفون. وطيته وأكلمك. سلامي أهلا بيكم، رب يكون بيستخدم الرسالة دي بركة لكل أمهات السلام. الله فاضل. نعم، تدي توعية كمان لكل أسرة زي ما كان أخويا موظف في حالته كأسرة. أيوة. الرب يدي نعمة ويعوض عن كل انفصال. أمين أمين. أنا حابب أشارك بجزء كنت اتعلمته من أخونا الخميس. أيوة. إنه حوالي 14 نوع امرأة في سفر الأمثال. أيوة، ممكن تشاركنا بشوية منه؟ المرأة الفاضلة. المرأة المتعقلة، المرأة ذات النعمة. أيوة. بجد رسالة لأمهات الأفاضل من الكتاب يحكيها ويجيب كل نوع بتفصيلة رائعة. أنا يمكن شاهدت ده وكان سبب في حياتي والدتي ومراتي. أيوة. سبب بركة ليا وسبب تشجيع. أنت بتمدح مراتك، ده زي ما بيقول المرأة الفاضلة زوجها يعمل ايه؟ يمدحها. انا فرحان بمدحك فيها حقيقي. بس كبار في حياتي شخصي يمكن الاختيار بيبقى صعب في الارتباط، لكن بجد خطوات الارتباط كان الرب ياخدني من مرحلة مرحلة. لانه انتهيت فعلا زي ما بيقول الكتاب، امرأة فاضلة من يجدها. سمعنا معايا اخوك ده قال مش بس كده، لكن يثق قلب زوجها. ده شفته كان ليا وقت قريب متجوز مش كتير، لكن أيوة. الكلام ده حقيقي. انه قد ايه من الكتاب يحكي عن انه يثق ويكون في خير وتتبع بركه في اسره رائعه من امهات افاضل. حتى من ضمن مقولات الناس انه ابليس يعرف من خلال البيت والزوجة يعمل مشاكل، انه عارف انه من خلالها بتصنع تاريخ تصنع أبطال، عشان كده بينعر على الشيء ده. حتى يعني قال الكتاب كمان نسل المرأة يسحق رأس حية، جاب السر كمان من خلالها انه الله يجي المسيح بسحق لكل أمور لعدو الخير. ما أقوى كلماتك أخويا مؤمن، صدقني يعني فعلا أنت رجل الله ومبارك شعب أسيوط الجميل اللي أنا تربيت فيه، وأنا واثق أن الرب يسوع المسيح هيباركك ويبارك بيتك أخويا مؤمن. شكرا لمداخلتك. معانا عزة كمان من أمريكا في سيل تليفونات النهاردة. عزة أهلا وسهلا بيكي. اختنا عزة من امريكا اهلا وسهلا، حضرتك على الهواء. نعم تمام. اوكي انا سامع حضرتك، انت على الهواء دلوقتي. اهلا بيك. انا ازيك يا امير؟ انا ازيك يا عز؟ انا اول ما اعمل مناقشه كتير انت فعلا الست الحكيمه، يعني الست الحكيمه انت الست الفضيله الصبر الفضيله على ربنا. انت بتعملي كل شيء حياتك حسب خطه الرب في حياتك. يعني انا مبسوطه قوي ان انا شفتك النهارده على الهواء وركز في الصلاه الصارمه. ربنا يبارك في الصلاه الصارمه وكلنا عاملين فيها في بركه كبيره، وانا اتمنى انك دايما تكوني حاطه صلاه في امان. ربنا يبارك. امين. شكرا يا عزه وكل سنه وانت طيبه. شكرا عزة، شكرا ليك ولمداخلتك الجميلة. كمان معانا تليفون عماد من القاهرة. اهلا وسهلا عماد. الو. ايوه اهلا عماد، انت على الهوا، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا اخي عماد، اهلا بيك. معانا الاخت امال واصف معانا كمان. اهلا
كل سنة وانت طيب. انت طيب. واشكر لصلاتك وخلي نقطة أمل لمحمد وأشكر لصلاتك. آمين. وعايز على فرضه. آمين. من دير البرشا. آمين. أنت من دير البرشا؟ أيوه معاه النهارده الصباح. أنا بسمعك كويس، بتقول إيه؟ معاه أم صلاح. أم صلاح. طيب عيدت عليها؟ طيب كل سنة وهي طيبة. كل سنة وأنت طيبة. تحب ال... امين امين تحب نصلي من اجل حاجه اخويا عماد؟ في حاجه حطيتها قدام الرب؟ انا اتضمنت ان احنا مع الاخوه والاخت الصغيره، امين امين يا اخ عماد، شكرك جدا من اجل مداخلتك، ربي يباركك ويبارك كمان كل اللي معاك. الحقيقة بعد التليفونات اللي احنا خدناها، الأخ مؤمن بيقول إن الست اللي في الكتاب المقدس ست متعقلة. هو يعني إيه متعقلة؟ يعني إيه امرأة عاقلة؟ هل تفتكري إن الرب كان يقصد بيها حاجة؟ هذه المرأة العاقلة هل أسلوبها مليان بالعقل ولا أسلوبها في بعض الهمجية وبعض الكلمات اللي ما ينفعش ان هي تنطقها؟ تفتكري ايه اللي جاي على ذهنك؟ اشعر ان العاقله هي الحكيمه، يعني يعني متعقله بتوزن الامور، عندها مثلا يعني بتعرف امتى تتكلم امتى تسكت. المتعقله اللي هي ممكن تعرف في كل الظروف، تعرف تكون حكيمة في كل الظروف، يعني ما تبقاش كده. ممكن تكون في ستات بتتكلم كتير وفي ستات بتتسرع يعني في التصرفات كتير. ما ممكن حد يبتسم دلوقتي وهو يعني تفتكر الستات مش بتتكلم كتير؟ كل الستات بتتكلم كتير. بس ازاي انا اكون في ستات ممكن في مشاكل بتحصل في البيوت، ازاي تكون هي حكيمة او متعقله في ان الكلام ده ما يتنقلش بره، كلام بيتك ما يتنقلش بره، ازاي انا اسرار ولادك ما تتنقلش بره، اسرار جوزك ما تتنقلش بره، فازاي انا اكون متعقله في الامور ده. هي انت كذا مره تلفتي نظرنا ان الاسرار بتاعت البيت ما تطلعش بره. انا سمعتها منك لغايه دلوقتي 3-4 مرات، ودي حته انا بحس ان هي يعني مهمه جدا جدا جدا. المراه الفاضله والمتعقله هي اللي مش بتقول كل حاجه بالظبط. والمرأة المتعقلة كمان يعني أشعر كده إن هي زوجها عارف إن هي يبقى برضو ده يديله طمأنينة. تمام. إن يعني في ستات كده كل حاجة كل حاجة تتقال، كل حاجة تتقال في العيلة، لدرجة إني بيبقى هو يعني حتى تصرفاته الوحشة تصرفاته الكويس كل التصرفات. وبعدين المتعقلة برضو إن افرض هو مش كويس برضو خليني متعقلة واتكلم عنه كويس. أمين أمين. طيب ننتقل للنقطة التانية. احنا قلنا المرأة الفاضلة وزوجها، ننتقل للنقطة التانية، المرأة وأولادها. المرأة وأولادها، تفتكري الكتاب المقدس بيقول ان المرأة فعلا ممكن تبان ان هي فاضلة مع أولادها؟ يقوم أولادها ويطوبونها. الكلام ده موجود في عدد 28. يقول الكتاب المقدس في يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها. تفتكري أولادها مدينها شهادة ليها بطريقة غير عادية؟ يعني إن كنت أنت يا زوجة هتربي وتوكلي وتشربي وتسهري معاهم وتذاكري معاهم، ده الشيء الطبيعي. لكن الأكتر من كده، واللي ربنا يمكن في حاجات كتير وقعت مني في السكة، لكن أنا بحب أقولها للستات يمكن اتعلمتها بعدين، إني إزاي تخليكي في صداقة ما بينك وما بين ولادك. أيوة جميلة الحتة دي. إزاي تاخدي بإيديهم. تمام. إزاي ما تميزيش بينهم. يعني ازاي ما تميزيش كتير امهات تميز بين ولادها. كتير. يعني كتير زي رفقه ما ميزت بين ولادها
وقلبت على نفسها فراق لابنها، يعني قلبت على نفسها لعنة بطول السنين زي ما ميزت بينهم. يعني يعني أنا عندي مثلا ثلاثة، الثلاثة بحبهم. لازم نتكلم عن زيادة، بس في سيل تليفونات الحقيقة. كريستين من القاهرة، أهلا وسهلا كريستين. كريستين من القاهرة، أهلا كريستين. أهلا أخ مايكل، أهلا بيكي، أهلا وسهلا. أنا مبسوطة أوي إن كلمت حضرتك. أهلا بحضرتك، معانا ماما أمال كمان في البرنامج. أنا بالصدفة بس بتفرج، حبيت بس أقول لكم إن أنا عندي مشكلة بين بابايا ومامتي. آه من فضلك قولي لنا عليها. مشكلة كبيرة جدا، يعني لدرجة إن أنا بقالها سنة ونص أهو مش موجودة في البيت معانا. بابايا مش قابل إن أي حد يتدخل أو إن هو مثلا يحل المشكلة دي. إحنا عندنا أنا وأخواتي تعبانين جدا، لدرجة إن أنا ساعات بحس بالذنب إن أنا مش قادرة أعمل حاجة أو إن أيوة. أنا أصلح المشكلة دي. كريستين عايزة أقول لحضرتك حاجة، أنت لو عرفت الرب، في واحد قال جملة جميلة قوي، نعرفه ونجعله معروفا. وأنا بحس أن طنط أمال كانت واحدة من ضمن النماذج الجميلة، أن هي أول واحدة في البيت عرفت الرب، جابت باباها ومامتها وزوجها وأولادها وحماها وحماتها، ودي مفاجأة أن هي جابت كل البيت. كريستين نفسي تصلي معانا أن الرب يدخل في قلبك وحياتك في الأول، وأنا أثق أنه هيحصل معجزة كبيرة بين بابا وماما. أمين؟ أمين أمين. طب تيجي نصلي مع بعض؟ يريد. طيب وطي دماغك، غمض عينك، قولي ورايا يا كريستين. يا رب يسوع، يا رب يسوع، أنا بحبك جدا يا رب، أنا بحبك جدا يا رب، يا رب نفسي بابا وماما يعرفوك، نفسي بابا وماما يعرفوك، غير بيتي يا رب، غير بيتي يا رب. أنا مش عارف أحل حاجة خالص، أنا مش عارفة أحل حاجة خالص. أنت حل المشكلة دي يا رب، أنت حل المشكلة دي يا رب. أنا تعبانة وما قلتش كل حاجة، أنا تعبانة جدا يا رب وما قلتش كل حاجة، لكن أنت عارف كل حاجة، لكن أنت عارف كل حاجة. اتدخل النهاردة قبل بكرة، اتدخل النهاردة قبل بكرة. إحنا في حاجة شديدة إليك يا رب، إحنا في حاجة شديدة إليك يا رب. سامحني أنا أول واحدة في البيت، سامحني أنا أول واحدة في البيت. نفسنا نعيد مع بعض يا رب، نفسنا نعيد مع بعض يا رب. اقبل صلاتي في اسم الرب يسوع، اقبل صلاتي في اسم الرب يسوع. آمين 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 يا كريستين. أثق أن في حاجة هتحصل في بيتك بنعمة الرب يسوع المسيح. حتى ماما أمال بتبكي من أجل البيوت دي، صدقني حاجة. يا رب هات كل أب، هات كل أم، هات كمان الأولاد، استخدمهم لمجد اسمك. كمان معنا تليفون، حسام. حسام من أسيوط. أيوة حسام، أهلا حسام، أهلا وسهلا حبيبي. مساء الفل يا مايكل، منور. حسام عزوز، حسام عزوز خادم الرب الأمين، أهلا وسهلا بيك يا رجل الله. يا حبيبي عايز أقول لك كل سنة وأنت طيب، وأنت طيب وهي طيبة، وحلقة جميلة جدا جدا جدا. أشكرك، يعني بصراحة من كل حلقات حلوة، بس دي من أروع الحلقات اللي الواحد ممكن يتفرج عليها في عيد جميل زي عيد الأم ده. كلك ذوق يا حبيب قلبي. ممكن أبعت رسالة من برنامج حبيبة مايكل لأمي ومراتي وكل أم في مصر، وكل أم تعبت وسخرت و صلت لولادها، وكل أم ليلة ما بنامتش كويس بسبب ولد كان تعبان، بسبب طفل. يعني بصراحة ببعت رسالة من برنامجك يا مايكل الجميل، والحلقة الممتازة دي الروعة، لكل أمهاتنا بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. حقا تعبتوا وعملتوا فضلا، كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وطنط أمال طيبة، وكل سنة ومامتك طيبة، وكل سنة وكل أمهاتنا بخير. ولو نتكلم عن الأمهات كلام كتير جدا 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 في الكتاب المقدس، وكلهم حقيقي يعني في أمهات كده الكتاب ذكرها قمة الروعة. شكرا. أنا عارف قصة زوجتك الفاضلة، يوم ما حصلت المشكلة الكبيرة إن في أشرار
خطفوك، أنا عارف كويس الأمر ده، وزوجتك كانت بتنحني أمام الرب وتطلب إن زوجها يرجع مرة تاني. والحقيقة كنا بنسمع عنها إنها كانت بتبكي ليل ونهار وتقول للرب اعمل معجزة لغاية ما رجعت بالسلام يا حسام. ومراتي ويعني حقيقي تعبوا، أيوة. وانا كنت سبب لسعادتهم لفتره، ولكن الرب يعني انقذنا، وانت عارف ومايك القصه ومش هحكيها تاني عشان دلوقتي، بس عايز اقول يا رب يا رب كل امهاتنا وكل اللي بيسمعوك النهارده في البرنامج يكونوا زي وكابت، ويكونوا فاضلات رب موسى ورب هارون ورب مريم. امين. بصراحه بصلي ان كل الامهات بتسمعك يا مايكل يا النهارده يا رب بتجوا جنبها شوق ان تربي ولادها في مخافه الرب. شكرا شكرا جدا جدا حسام، انا بشكرك من اجل المداخله دي، فعلا مداخله قويه. مجدي من امريكا، معلش في تلفونات كتيره النهارده. وجدي من القاهره، بعتذر، من امريكا. وجدي من امريكا، اهلا وسهلا، اهلا بيك اخ وجدي. اهلا بيك، يعني نورتنا. شغلنا الرب يسوع. اتفضل. الاثنين ابوهم. اتفضل. مع الاولاد والبنات تجين على والديهم ورشلنا الام. ايوه. يعني انا حرمت من امي وكان سني حوالي سنتين. يعني عشت انا واخ. يعني احتضنتنا عمتنا. أيوة. طبعا نسد مكان الام طبعا، لكن اشكر رب يسوع، الرب اعطاني زوجه فاضله، عباره عن زوجه واخت ام. امين. انا اخويا كمان، فنصيحتي من فضلك ايها المتمرد على ابوك وامك، يعني اعتبر الهديه دي اللي اعطاها لك الرب لازم تكرمها وتحترمها. نعم نعم. شكرا شكرا يا اخ وجدي، شكرا لاتصالك ولمداخلتك، كلام جميل. عايزه اقول حاجه فكرتها، يعني اللي بيقول متمرد على ابوك وامك. ايوه. يعني جات لي قصه كده دلوقتي قدامي، عايزه اقول ان في امهات عندهم فشل في التربيه وعندهم حزن على اولادهم ومش شايفين ولادهم كده زي ما هم ربوا يعني. فأنا عندي قصة فعلا حقيقية، معانا حد كان في الكنيسة مهندس، وكان عنده ولد يعني من ضمن ولاده، وكان الولد ده فجأة كده في ثانوي اتغير واتلم على شوية شباب مش كويسين، وابتدى يشرب وابتدى مخدرات وهيروين، وطلع وبقى وحش جدا مع أبوه. لكن عايزه اقول ان الولد دون يعني كان بيشوف ابوه يوميا، امه عيت وبيشوف ابوه يوميا 4 الفجر يوميا 8 سنين على ركبه بيبكي عشان ابنه. ومش بس كده، لكن الولد عمر قال لي عمري ما ابويا ولا امي طردوني بره البيت. عمرهم قالوا لي لا انت ما يعني انت ما تنفعش. أيوه. وكنت اخد منهم الفلوس وكنت اعمل كل حاجه فيهم. عمرهم ما طلعوني برا. لكن عايزه اقول لكل كل ام، عايزه اقول لكل ام ما تفشليش. الولد جه ماشي في الشارع مره بعد 8 سنين. الولد راح ربنا كلمه وقال له يا شادي بصوت كبير عالي، هو الولد دون بقى خادم للرب. قال له يا شادي ارجع، وابتدى يرجع يقول لي يا طنط انا ما بعرفش امسك فنجان الشاي من كتر الهروين اللي انا شربته. يا رب يا سيدي. لكن الولد ده كمل تعليمه بقى خادم وخطب، وربنا عنده لكل حاجه حل. عايز اقول لك ان ربنا الصلاه فعلا بيبقى فيه حلول. الله هيديكي ابنك، هيديكي بنتك اللي خرجت، بس انت ما تفشليش. امين. شاعر بنار في قلوب الامهات اللي شايفة أولادها بيضيعوا قدام عينيها وهي مش عارفة تعمل حاجة، شاعر بحسرة، شاعر بناس كتيرة أوي بتقول يا إمتى 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 يجي إمتى يصلي. ما تخافيش، لأني أنا عندي آية جميلة عايز أعرضها يا رب تطلع في تيموثاوس الثانية 1:5، الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي. تيموثاوس أتى بسبب جدته وبسبب أمه. الإيمان مش هيضيع، والصلاة مش هيروح،
وأنا واثق إن دموعك دي، قالت القديسة أم أغسطينوس ابن الدموع لا يهلك، هذه المرأة الفاضلة اللي جابت ابنها للمسيح ابن الدموع لا يهلك، دموعك مش هتروح حاضر. وأنا أثق إن الرب يسوع ليه توقيته وليه تأنيبه. 8 سنين حضرتك قلت لي، يعني بصراحة 8 سنين بيبكوا علشان ابنها، لكن أنا حاسس إن إحنا هنصرخ مع ناس كتيرة قوي، والرب هيستجبنا في أقرب وقت للأولاد اللي ضاعوا من بين زوجاتهم. لو ينفع ممكن أصلي اتفضل. الأمهات شايفيننا. يلا يا رب. أبويا السماوي، أنا عارفة كده إن على قلبك يا رب كل واحد فينا يا رب يا رب. أنا بصلي من أجل كل أم مجروحة وكل أب يا مجروح يا رب، رب بصلي من أجل كل أم منحنية يا رب وفشلانة يا رب، يا رب بصلي من أجل كل أم بطلت تتكلم معاك وبطلت تقول لك أنت فين وهي عمالة تقول لك أنت فين، لكن النهاردة تعالى أدي أمل لأمهات كتير يا رب، رب أدي أمل وقول لها بنتك عندي وابنك عندي وهيجيلك في يوم من الأيام وأنا معاكي أنا معاكي أنا هكمل معاكي. النهاردة أدي أمل، أدي أمل يا رب، لأن كل اللي يؤمن بيك لن يخزى يا سيد، لأنك تستطيع كل شيء. النهاردة ارفع روس يا رب أمهات وأبهات كتيرة، أنت تصنع يا رب أكتر جدا من اللي هم يفتكروه أو يظنوه. آمين آمين آمين. الصلاة هتجيب نتيجة. آمين. ودموعك أنا عارف إن أنت أم متشفعة، وعارف كمان إن الدموع مش هتروح حضر. مرة خادم راح قال لو كل الأمهات كانت بتبكي قدام الرب، ما كانتش بتبكي لنفسها ولا على حياتها، لو كانت بتبكي قدام الرب كانت اتحلت من زمان. يا ماما ابكي قدام الرب، ما تبكيش قدام الناس، الناس مذلة، لكن ابكي قدام الرب، لأن الرب هيعمل حاجة قريب جدا جدا بنعمة الرب يسوع. ثم نأتي للنقطة الثالثة. احنا خدنا المرأة وزوجها، المرأة وأولادها، ثم النقطة الثالثة كده المرأة وأهل بيتها. المرأة مش عايشة لوحديها، مش عايشة كمان مع زوجها ومعايشة مع أولادها، لكن كمان عايشة كمان مع ممكن حماتها، عايشة مع حماها، عايشة مع أخوات جوزها، عايشة مع ناس ممكن تلاقي حتى دلوقتي في الأرياف ولا في البلاد التانية تلاقي عمارة كبيرة كده فيها كلها أهل بعض. يعني مثلا الأب بيزوج ابنه في الدور الثاني، الابن الدور الثالث، الابن الدور الرابع، وبعدين تلاقي في واحدة فاضلة بقى مش بتخدم بس زوجها وأولادها، لكن كمان بتخدم أولادها. يعني الحقيقة دي فعلا يعني ناردين مرات أخويا، الحقيقة مش ممكن لما تيجي تعمل لقمة لإيهاب أخويا لازم تروح عاملة لبابا وماما وتشاركهم. حقيقي مرأة فاضلة طبعا هي وهنا، لكن أنا نفسي نقول إيه المرأة الفاضلة، مش بس بتبان مع زوجها وتبان مع أولادها، لكن كمان بتبان مع أهل بيتها. إيه رأيك في الكلام ده؟ والحقيقة أنا ما أعرفش أعمل مع أهل بيتي حاجة حلوة أو أتعامل كويس إلا بعلاقتي بربنا. يعني لازم يكون لك اختبار ولازم يكون لك حياة مع المسيح. أنت عارفة رايحة فين؟ أنت عارفة أن أنت رايحة السماء؟ لازم يكون لك اختبار. سؤال مهم. فأنا لازم أسأل نفسي أنا رايحة السماء؟ أيوة. الأيام دي في صيام، أنا صايمة، هل أنا رايحة السماء؟ ولا أنا صايمة وبروح الكنيسة وبعد كده حياتي قدام أهل جوزي أنا بكره وأنا بنم عليهم وأنا تعباهم وأنا سبب مشاكل بينهم. أنا ينفع أكون ست فاضلة بإني لما يكون لي علاقة بربنا هخاف ربنا في حماتي؟ أخبرك على اللي حواليا، هخاف ربنا في حماتي الحقيقة. إيه المشكلة لما جيلها؟ أنا بعتذر إن هبة يعني بقالها وقت في الكنترول روم، إحنا عايزين ناخد مداخلتك يا هبة. أهلا وسهلا بك يا هبة. ألو. أهلا يا هبة، أهلا وسهلا، أنت على الهواء. شكرا. تفضلي يا هبة، احنا سامعينك. طب ممكن اسلم ماما امان؟ طبعا طبعا هي معاكي. تفضلي ماما امان. ازيك ازيك يا هبة؟ كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا حبيبتي. انا عايزة اقول لك فعلا كل سنة وانتي جميلة، كل سنة وانتي منورة حياتي ومنورة حياتي وفرقتك ومنورة خدمتك. ودي يعني أول سنة تعدي عليا من غير وجود ماما في حياتي،
لكن وجودك انت فعلا كان غرض ليا وكان شيء معايا جدا. شكرا يا هبه. انا بشكرك قوي وبجد سعيده ان انا بكلمك كده ان انا شايفاكي دلوقتي، يعني انا بكلمك بدموع عينيا ودموع قلبي في نفس الوقت. و يعني هذا بتتكلمي على الام وعلى الاسره، ف انت دايما عزيزين احنا في الوقت كتير قوي، وقلت لك في نفس الوقت حياتنا كتير وقعدنا في تواصل كتير قوي. النهارده يعني حطي ناس فعلا كتير قوي وبيوت كتير قوي اضطرابات، ان في ناس تعبانه وفي ولاد ضايعين، في امهات فعلا قلبهم مكسور و موجوعين قوي 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 على ولادهم. ويا اكيد الطلاق، فانا حد طلب مني ان انا قولي تربتك يا هبه اتفضلي. هي مدام تعبانة جدا في حياتنا ومش هقدر اقول اسمها. تمام. بس هي يعني عندها حرب على بيتها كبير جدا بينها وبين جوزها، ف يعني نصحها قدام الرب هي وابنها واولادها. امين. الحرب دي بتنتصر باسم الرب يسوع. امين. ربنا يرتب بيت دمه. امين. وزي ما ربنا عاوزنا ان الناس تقدر على كل حاجه، وربنا يجي في الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه. امين يا هبه، صدقيني مداخلتك فرقت معانا جدا جدا، وانت بتشعري بقوه الصلاه وبتشعري ان قد ايه ماما امال كانت واقفه وقفات قدام عرش النعمه علشان ناس كتيره. ربي يباركك وانت كمان تخدمي ناس كتيره بالطريقه دي، ربي يباركك. معانا كمان يوسف من الاردن. اهلا يا يوسف. الو يوسف من الاردن، اهلا بيك. ازيك يا اخويا مايكل؟ يوسف شنوده. صحيح. حبيبي المرنم الجميل. حبيبي. المرنم الحلو. حبيبي مبسوط اكلمكم. وانا كمان احب اقول لماما امال كل سنه وانت طيبه. طيب. واحب اعيد على مامتك يا مايكل ولا كل سنه وانت طيبه. الله يباركك يا حبيبي. احب اقول كلمه كده لامهاتنا انه أيوة. نشكر رب لاجلهم لانه وكل سنه وماما سوما طيبه علشان هما بيصلونا وبيحطونا في صلواتهم. هنشكر الرب لاجلهم ولاجل تضحياتهم المستمره. امين امين يا خادم الرب. وكل سنه ومره كمان ومامتك سومه الجميله المحترمه اللي انا نفسي يعني قعدت معاها كتير وما بشبعش منها ابدا، الاخت الفاضله سومه، ربنا يباركك وديك طول العمر. شكرا شكرا بخير. شكرا وامهات كل حبايبنا بخير باسم يسوع. شكرا يا يوسف. مليانه خير عليكم مبارك. امين وعليك يا رب وقوه باسم يسوع. شكرا يا خادم الرب، رب يباركك. شكرا ليك. أم سامح من المنيا، أهلا وسهلا بيكي أم سامح، اتفضلي أم سامح. أيوه. يا ريت توطي التلفزيون احنا سامعينك كويس. أنا طالبة طلب من أهلي ابني بطل سجاير. أمين يا أم سامح. أم سامح طلبة طلب من هذا حد متضايق وعارفه رحت منزل اللي عندك ناس المدينة عارفه رحت معاه دي قضية وظلم يعني، وأنا عايزة ربنا يتوفق الناس دي ويصلحهم. أه أنا افتكرتك يا أم سامح، أنا فاكر حتى الحالة دي. أيوه أنا افتكرتك. أيوه طبعا افتكرتك اللي قابلتك في اتصال. سلام وغالي جو جو على ماما أمال. أمين. هنصلي حالا لابنك انه يبطل سجاير ونصلي من اجل الحاله. وانت عارف كام اللي تحسين مكتوبين لو وصلت لك يبقى انا عارف ربنا. انا افتكرتك والرب هيوصل لابنك ويوصل للحاله. انت وخطيبتك. امين امين. اشكرك جدا. شكرا ليكي. الحقيقه احنا عندنا يعني كذا طلبة صلاة من أجل أم سامح ابنها بيشرب سجاير، كما من الأمهات بتشوف ولادها بيشربوا سجاير قلبها بيتكسر. و قريبة هدى هبة وقريبة هبة كمان في يعني في تضارب في البيت كمان وفي مشاكل، نفسنا نرفعهم ربنا يحل مشاكلهم ويزور البيت ده وباسم الرب يسوع. ممكن تصلي لنا؟ يا رب أنا بصلي يا رب الست اللي قالت عليها هبة يا رب. يا رب بصلي عشان البيت الخربان ده يا رب، بصلي عشان الزوج يا رب اللي تعب يا رب
قريبة هبة يا رب من فضلك أو معرفتها يا رب، لكن يا أنت رب. أنت تيجي يا رب بمعرفتك للبيت دون يا رب، لأن معرفتك يا رب بينور البيت يا رب وينور القلب. تعالى يا رب كده وخليهم يشوفوك فعلا يا رب في حياتهم يا. وأنت الله يا رب اللي تقدر تحل كل مشاكلهم يا. تعالى كمان لكل أم مكسورة بتشوف ابنها بيشرب السجاير وماشي كده يا رب، ماشي في أي طريق كده يا رب، لكن تعالى يا رب انا عارفه جدا كسرة القلب يا رب لما الام بتشوف ابنها مش زيها ومش بيقدر لا يروح كنيسه ولا زيها، لكن انت تقدر يا رب. تعالى للشاب ده يا رب، بصدق ان انت ترجعه وبصدق ان انت يعرفك يا رب، بصدق ان تطمن امه ان هو الصلاه هترجعه، وبطمن تطمن امه يا رب ان انت تقدر على كل حاجه يا رب. اوصل له اوصل له وبطل له السجاير يا رب. كمان الشخص المظلوم يا رب اللي دخل السجن ظلم يا رب، انت عظيم يا رب وانت ظلمت يا رب كده، فانت تقدر تخرجه يا رب من الظلم دون، وتقدر تحكم يا رب بالعدل يا رب. تدخل يا رب عشان يبان يا رب، يبان يا رب ان هو فعلا دخل ظلم يا رب. أيوة. بين له حقه يا رب من فضلك، من فضلك يا رب روح له الاول يا رب. روح له الاول وعرفه بيك يا رب، وتدخل في القضيه دي يا رب. باسمي. احنا بنصدق ان انت سامع ومستجيب. امين امين امين. معانا كمان مارينا من القاهرة، ترى هي لسه معانا في التليفون. مارينا. أيوة مارينا، أنت معانا على الهواء. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيك. أهلا بينا مارينا، تفضلي. بص أنا طالبة بإذن حضرتك، طالبة طالبة صلاة، عندي مرض في الكلى. حضرتك اللي عندك المرض في الكلى؟ أيوة. وطلبة طلبة سلام، ربنا يتمكن فيها. بقالي 3 سنين تعبانة ومعنديش أولاد. ومعندكيش أولاد؟ معنديش أولاد. طيب مارينا، ممكن أسألك سؤال؟ نفسي أطمن عليك إنك قبلت الرب يسوع مخلص شخص ليكي. هل لك علاقة مع الرب ولا الحياة الوقت دوا فيها فطور ولا ضعيفة؟ لا، لي علاقة بربنا وبروحي وماسكة فيه. حلو. انا عارف ان انت بتحب الصلاه جدا، وانا اثق اؤمن يا مارينا ان زي ما بتعملي علاقه مع الرب، زي ما ربنا هيديلك افضل علاقه في بيتك. امين. خليكي معانا. ماما امال هتصلي معاكي ان ربنا يديكي ويفرح قلبك يا رب. خليكي معانا، غمضي عينك وصلي مع ماما امال. يا رب انا بصلي لمارينا يا رب كده النهارده تجيلها يا رب، بصلي كده ان انت تطمنها ان انت يا رب مسيطر ومهيمن يا رب. يا رب يا رب انت عظيم جدا يا رب، وانت قلت انا هو الرب شفيك يا رب. يا رب اوصل لها يا رب كده ومد يدك يا رب، وكده تعالى تمجد في المرض بتاعها ومجد في الكلى يا رب، تمجد في حياتها يا رب، تمجد في حياتها. وان كانت يا رب هبه كده بنتك فعلا يا رب، يا رب النهارده كده طمنها طمنها وامشي معاها وكمل الطريق معاها. أيوة. نوصيك عليها رب كده ان انت اله السلام يا رب، املاها بسلامك، املاها بسلامك يا رب، واملاها بالطمأنينة يا رب. نشكرك يا رب لانك اله عظيم يا رب. امين امين امين. الف سلام عليك يا مارينا، وان شاء الله نسمع اخبار جميلة. كمان مريم من القاهرة، اهلا وسهلا مريم. ايوه حضرتك مريم من القاهرة، اهلا وسهلا بيك. اهلا يا اخو مايكل، ازي حضرتك؟ اشكر رب يسوع. معاكي ماما امال كمان. ازيك يا ماما امال، كل سنه وانت طيبه. طيبه يا مريم، ربنا يبارك حياتك كده ويخليكي كل الام. امين. شكرا. امين. تحبي تعملي مداخله مريم؟ اتفضلي. اتفضلي. يا اخو مايكل، انا كنت عايزه اطلب الصلاه ربنا يتمجد في بيتي، علشان خاطر والدي ووالدتي برضك على خلافات شديدة من 6 سنين. أيوة. بابا سايب البيت خالص وكلنا متضايقين ومدمرين. أيوة. وكنت عايزة أطلب كلمة صلاة لأختي الكبيرة، بيظهر لها حاجات وفي حاجات أرواح شريرة بتطلع لها وبتبقى عايزة ترمي نفسها. مريم خليكي معايا لحظة يا مريم لو سمحت.
انت بتحسي ان في حضور شيطاني موجود جوه البيت؟ انت شعرك كده؟ نعم. بتحسي بحضور شيطاني جوه البيت؟ حاسه ان الشيطان واخد مساحه كبيره في البيت؟ انا اختي اللي بعد منها المفروض ان انا متجوزه وقاعده في بيتي. ايوه. بس كده جبنا قرشين صنمها. ايوه. الحاجات دي طلعت من عليها. اه. وبعدين فتره بقى راحت اشتكت من نفس الموضوع تاني وفضلت يعني تقوم من النوم تصرخ وعايزه ترمي نفسها. وبتقطع في هدومها، يعني الموضوع صعب يعني. نحن نؤمن ان قوة اسم الرب يسوع تكسر اي اسحار من على بيت اختك، وانا نفسي اصلي معاك ان المسيح يمتلكك انت يا مريم، وتبقي انت سبب بركة كبيرة للبيت. امين امين. يعني انت لو الرب ملاكي وكرسك وبقيتي ملك للرب يسوع بالكامل، صدقيني هتبقي بركة لاختك، ومش هتحتاجي حتى الخادم يدخل عندك، لكن انت اللي هتخدمي اختك. امين أمين. طيب غمض عينك كده يا مريم، قولي ورايا يا رب يسوع. اه. قولي ورايا يا رب يسوع. يا رب يسوع. انا بستنجد بيك. يا رب انا بستنجد بيك. انت املي الوحيد يا رب. يا رب انت املي الوحيد. سامحني على خطاياي. سامحني على خطاياي. اذكر بيتنا اللي دخله الشيطان. اذكر بيتنا اللي دخله الشيطان. بالاخص اختي يا رب. بالأخص أختي يا رب. ارفع الدم علينا يا رب. ارفع الدم علينا يا رب. ادينا حياة في بيتنا يا رب. ادينا حياة في بيتنا يا رب. لو عملنا خطايا سامحنا عليها. لو عملنا خطايا سامحنا عليها. اكسر قوة السحر من على بيتنا. اكسر يا رب قوة السحر على بيتنا. في اسم الرب يسوع المسيح. باسم الرب يسوع المسيح. حول من لعنات لبركات. حول يا رب العناء في اسم الرب يسوع المسيح. في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. 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 شكرا مريم. أنا أثق إن في بيوت كتيرة للأسف الشديد يعني مدمرة من السحر. في بيوت كتيرة تدخل فيها الشيطان بطريقة غير عادية وخربها. للأسف الشديد في ناس ما بتحبش ناس، لكن أنا أؤمن أن المؤمن محمي، ولا أنت شايفة إيه؟ ده بالتأكيد. آه. هل يا ترى لما تبقى الزوجة عاملة حصار في الصلاة لبيتها، هل السحر ممكن يأثر فيها؟ هو المسيح خد اللعنة على الصليب. أيوة. وخد اللعنة من ضمنها الأسحار والأعمال. أيوة. فالسحر ما يأثرش في البيت. طبعا. لكن انا اعرف ان اللي بيصلي ده بيبقى في سور نار من حواليه. ايوه حلوه. بتبقى في حمايه من حوالين البيت. اه. وهي بتحول اللعنه البركه لو هي بتصلي وهي ليها علاقه بالرب. أوه. فهي بتحول بصلواتها دي بتحول اللعنه البركه. تمام. فانت ينفع تعملي كده حتى لو في اسحار وفي اعمال. انت لما تيجي للمسيح، اه، لما اي واحده تيجي للمسيح ولا اي واحد، اللعنة تتكسر من عليها. أمين. والرب يبدأ بنوره في البيت. يعني أول حاجة لازم تعترف أمام الرب إن هي بعيدة وعايزة ترجع، وكمان تقول للرب يا رب دافع عن البيت. ده أكيد. ده أكيد. ده أكيد. لازم تتوب الأول. في تليفون جاينا الأخ سمري من البحر الأحمر. ألو. أيوة. أيوة يا أخويا اتفضل، أنت على الهوا. لا خمانكن. ايوه اهلا بيك يا بابا الكل، اهلا وسهلا. انت تعرفني؟ انت صوتك مش غريب عليا. و الاخ سامري من الغردقه. الاخ سامري من الغردقه ومن ملاوي. ايوه مظبوط. اهلا وسهلا. انا ملاوي دي بلدنا وبلد كمان المخرج. شادي حبيبي، يعني اهلا وسهلا بيك في مداخلتك. أنا سعيد بالمكالمة دي خالص يا أخي مايكل. أهلا بيك، أنت رجل اختبارات ومعاك زوجتك فاضلة. نشكر الرب. نشكر الرب. قول مداخلتك الجميلة، اتفضل. عايزك تسلمني على مدام أمال. طبعا. ماما أمال عندك؟ أيوه طبعا، هي جنبها أهي. كل سنة وهي طيبة. كل سنة وأنت طيب يا بركة، وأنت طيب. أيوه.
ايوه يا كمايكل. ايوه انا سامعك كويس، اتفضل قول مداخلتك، تحب تقول ايه؟ انا سعيد جو بال انا سعيد بالمكالمه دي خالص، وسلمني على انا سامعك، كمل جملتك زي ما انت. سلمني على ماما امال عندك، انا بنتهز الفرصه دي. ايوه بنتهز الفرصه دي عشان يا ريت كل الناس تعيد على امهاتها يا رب، لان فرصه كويسه، لاني لان لما يكبروا الامهات دي هيفقدوها. ايوه وهم مش موجودين. نعم صدقني يا رب رسالتك توصل لكل الناس، واللي زعلان من مامته يصالحها النهارده، وانا اثق ان قلبها واسع للكل. شكرا ليك يا اخ سمري، الحقيقه مداخله جميله، هو رجل الله فعلا، هو رجل الله فعلا، الرب يباركك يا رجل الله. نرجع للنقطه الثالثه واهل بيتها. اهل بيتها ممكن تبقى حماتها. تفتكري المراه الفاضله واحدة من ضمن الحاجات والنقاط الجميلة إن هي تحب حماتها، وزي يعني في الشارع بره وفي العالم بره يقول لك إيه اللي حماتي؟ إيه اللي حماتي؟ طب أنا عايز أقول قدام الكاميرا أنا بحب حماتي جدا وبحترمها، وهي بركة في حياتي جدا جدا جدا، وكمان دي أمي رقم اتنين. أنت إيه رأيك في رعوس وحماتها نعمي؟ أهل بيتها تحترمهم، إيه تعليقك؟ يعني انا تعليق ان الحما دي انا لو خدتها هي الحما زي امي. ايوه يعني انا ليه انا بفضل امي؟ ليه انا بحس ان امي هي كل حاجه؟ امي اللي بتعملي، ما ممكن الحما برضو الحما ممكن تكون سبب بركه في حياتي، هي ممكن تكون بتشيل لها اولادها، ممكن تكون بتعزمها عندها، ممكن تكون لكن كلمه الحما دايما بتبقى يعني لو ماما قالت حاجة والحما قالت حاجة فكلمة الحما هي اللي تقف. مش يعني ماما تتقبل، لكن عايزة أقول المحبة اللي هي بتستر كل حاجة. إزاي أشوفها في محبة المسيح؟ حتى لو هي يعني مش ملهاش المسيح، حتى لو هي المحبة بتاعتها مش كاملة ليا، حتى لو كانت مش كويسة معايا، حتى لو كانت كلامها تقيل عليا، حتى لو كانت ايه، لكن انا لو انا شفت المسيح بجد وحبيت المسيح فانا محبه المسيح يقول لك المحبه لا تسكت ابدا، والمحبه بتستر كثره من الخطايا. ايوه فازاي انا اخاف ربنا في الست دي؟ وانا على فكره لو انا اتعاملت كويس مع حماتي، ايوه انا ليه هي ما تتعاملش معايا كويس؟ صح، انا لما هتعامل بطريقه كويسه هبص الاقي نفسها، هبص الاقيها انا هجبرها ان هي تتعامل معايا كويس. جميل، لكن هي بتحس ان انا لما انا باجي بتعامل معاها مش قوي، فهي بتحس ان بتحس ان انا مثلا مقفوله منها، متضايقه منها. صحيح. اهل بيتها معانا تليفون. مين معانا في التليفون؟ أم بشوي من القاهرة. أم بشوي من القاهرة، أهلا وسهلا أم بشوي. حضرتك معانا على الهواء، أستأذنك توطي التلفزيون وتسمعيني. حاضر تفضلي. شكرا. تفضلي أم بشوي، إحنا سامعينك. أيوة أنا عايزة أسلم أم أمين. طبعا هي معاك، هي معاك. لا ده بيحبوكي، كلهم بيحبوكي، اشكر الرب من اجلك. اتفضلي يا ام بشوي. ايوه اتفضلي، احنا سامعينك، اتفضلي قولي المداخله. ماما امال سامعاك. انا ايوه انا حضرتك تعبانه، عندي غضروف وجوزي عنده بيتعالج من سنه ازاحه شهريه بقى له 11 سنه. ايوه وعندي النكس في البيت ما بيبطلش، ولادي تعبني على الاخر في النكس ومحتاجه صلاه من اهلهم يعني بشوي ويوسف. تمام ام بشوي. ايوه انا نفسي صدقيني، عارفه لو ولادك وزوجك شافوا الرب فيكي الدنيا كلها تتغير. ايوه
أنا صدقني أنا بحاول على قد ما بقدر إن أنا يعني أعمل، بس مش قادرة برضه. أنا عارف إن ممكن بتيجي الفترة كده وتلاقي نفسك استنزفتي، لكن ربنا هو اللي بيدينا النفس الطويل علشان التربية وعلشان بيتنا كله بيرجع. فإيه رأيك نبتدي بيكي أنت، إن الرب يفتقد حياتك؟ إيه رأيك يا مو بشوي؟ أمين؟ الرب ياخد حياتك النهاردة ويسكن في قلبك، وأنا أثق إن الدنيا كلها تتغير مع أولادك ومع النكد ده، ربنا يحوله إلى حياة وسعادة وفرح. أمين؟ تمام. بس انا لو انا مثلا مسكت الانجيل عشان اصلي او صليت او عملت اي حاجه ما بنامش طول الليل، ما بنامش خالص، ثاني يوم اصبح عيان على طول. لا بصي، انا عايز اقول لك على حاجه، احنا مش بنقرب للرب علشان خايفين منه، احنا بنقرب للرب مش علشان لو احنا ما عملناش هيحصل لنا كذا وكذا، احنا في علاقه معاه دايما. والرب يسوع طبعا ده جميل انك تقرا الكتاب كل يوم وانك تروح الكنيسة، لكن ما حطش في دماغي ان انا لو ده ما حصل ليش هيحصل لي مشكلة واثنين وثلاثة. نفسي بس ماما امال هتقولك على حاجة، تقول لها ايه؟ وانا هصلي معاها دلوقتي، بس ممكن بعد بعد الفرصة دي اصلي معاها بعد ما نخلص. طيب انا نفسي بس اقول لك ان علاقتنا مع الرب خالية من الخوف. انت بس اعملي علاقة، مش عشان لو انا عملت علاقة اكسب مثلا راحة او كده، دي حاجة بتيجي لوحديها، دي حاجة بتيجي لوحديها، طالما ان انا ارتبطت بالمريح ريحت كل حياتي. انا عايزة اقول لها حاجة. اتفضلي اتفضلي يا ماما. انا عايزة اقول لك حاجة يا ماما بشوي. يعني كتير قوي لما انا بقرب من ربنا، وكتير قوي لما انا هبتدي هقرا في الكتاب، الشيطان بيضربني، وكل مرة ممكن تعملي كده الشيطان يضربك، يضربك بانك تبقي متضايقه، يضربك بانك تبقي لا حزينه لا خايفه، يعمل اي معاكسه. لكن عايزه اقول لك حاجه النهارده، انا عايزاك تصلي معايا كده، تصلي فعلا بانك تتوبي، تصلي انك تعرفي ربنا حقيقي. أمين. لما هتعرفي ربنا حقيقي هتلاقي نفسك متغيره. أمين. فارق معاكي، هتبصي تلاقي نفسك انك بتقدري تصلي فعلا، بتقدري يكون عندك تشديد في حياتك. تعالي صلي معايا مو بشوي وقولي له يا رب انا عايزه حياتي. غمضي عينك يا مو بشوي، صلي وراها، غمضي عينك وقولي له كده انا عايزه اتوب بجد يا رب. خليكي معايا كده ونصلي مع بعض. يا رب النهارده باجي بام بشوي يا رب. يا رب انا باجي بيها قدامك يا رب عشان تغسلها دمك، عشان توصل لها، عشان هي بنتك يا رب، هي بنتك، خليها تتوب من قلبها يا رب، خليها تقول لك انا مستنياك يا رب، تعالى في صليبك قدامها، قول لها ان انا كده انا ابوكي، انا احللك كل مشاكلك، قول لها ان انا طبيبك، انا حياتك، انا حبيبك، قول لها انا جاي لك، انا جاي لك. تعالى يا رب لما بشوي قولي له انا سامحني على كل الخطايا، قولي له بسلم لك ولادي، قولي له ولادي بين ايديك يا رب، امراضي بين ايديك يا رب، انا باجي فعلا بركه قدام الصليب عشان اخد خلاص منك، خلاص ابدي، خلاص ابدي يا رب. قولي له بشكرك لانك تيجي لولادي وتيجي لبيتي وتيجي لامراضنا انا وجوزي يا رب، ليك كل المجد يا رب. امين امين أمين. أمين يا أم بشوي، أثق لو توبة من القلب البيت كله هيتغسل بدم الرب يسوع المسيح. أنت مفتاح عظيم لبيتك. يعني الحلقة بتجري، فضلنا أقل من 7 دقايق، وعايزين نتكلم. يعني احنا ما تكلمناش على فتياتها ولا الفقراء والمساكين ولا الخطاة من حولها، ولكن احنا نفسنا على الأقل بس ناخد النقطة الأخيرة، الشهادة لإلهها. الشهادة لإلهها. هل المرأة الفاضلة مش شهادة لإلهها؟ تفتكر تقولي إيه في النقطة دي؟ أي امرأة فاضلة مؤمنة حقيقية ليها علاقة بربنا لازم يكون لها شهادة. لازم يكون لها شهادة أولا في بيتها. أيوة. إن اللي هي في بيتها اللي هي بتقوله ببيتها جوه. أيوة. هو اللي بيحصل بره، يعني ما بتقولش حاجة في البيت وما بتحصلش بره. لازم يكون لها شهادة في البيت. تمام. شهادة قدام ولادها، شهادة قدام جوزها. أيوة. واللي بره بقى جيرانها. يعني ازاي تكون لها برضو شهادة معاملتها معاهم. هل بتحبهم؟ هل بتقدم لهم خير؟ هل بتساعدهم؟ هل هي عطاءة معاهم؟ أيوة.
هل بتقدم لهم المسيح من غير كلام؟ ايوه ممكن اقدم المسيح من غير كلام خالص، تربة حمية ازاي في العيد، في العيد اسلم عليهم ازاي، في المناسبات الخاصه بتاعتهم ازاي اكون معاهم، ازاي اشاركهم الجيران. أيوه. الجيران الناس بره في الشراء في الاكل في الشرب، ازاي يشوفوا فيا المسيح. ازاي لما اكون في طابور مثلا وازاي اقدم واحده قدامي، ازاي ان انا اشوف واحده محنيه كده في مثلا في اي مكان، ازاي اقف معاها اتكلم معاها، ازاي احس بالناس، ازاي نحس بالناس حوالينا، ازاي نحس بالمسيح اللي هو دفع ثمننا، فازاي ان انا اكون انا بعرف ربنا حقيقي وانا حياتي كلها بره بعمل سلوكيات مش هي. ايوه انا بعمل سلوكيات تقول للناس ان انا ست بتاعه الكنيسه، ياما بيقولوا دي بتاع الكنائس، نقطه مهمه دي بتاع الكنائس، لكن انا عايزه اقول لك عايزه بتروحي الكنيسه بتتناولي بتصومي بتصلي، لو كنت بتعملي كده لكن الناس شايفه غير كده بره، الناس عايزه قالوا كده يروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. شوفي نفسك لجيرانك، شوفي نفسك في عيلتك يا رب، شوفي نفسك ازاي لو اتكلم حد عليكي كلمه ازاي تسامحي، ازاي تغفري، ازاي تحبي، ازاي تمدي ايديكي بالعطاء، ازاي في الشارع ممكن تساعدي الناس، ازاي تغسلي رجلين اخواتك، ازاي تسيبي حقك، ازاي تسيبي حقك، ازاي تعملي كل، هو دي المراه الفاضله. نعم المراه الفاضله اللي بتعرف تعمل كل اللي سيدها عايزه. شوفي المسيح بيعمل ايه، اعملي زي. انا بصراحه انت كل كلمه بتقوليها من عينيكي ومن دموعك، وانا حضور الرب مالي الاستوديو هنا، وحتى الناس يعني عينيها مرغرغه من كتر الكلام اللي انت بتقوليه. مراه فاضله مع زوجها مع اولادها مع بيتها مع فتياتها الناس اللي بتخدمهم مع الفقراء، ايديها بتروح لكل الناس اللي في جيبها مش ليها لكن بتودي لكل الناس، مع الخطاة من حولها جابت نفوس للمسيح، وكمان الشهادة لإلهها. الحقيقة يعني أقول إيه ولا إيه، أقول إن الزوجة الفاضلة زيك ماما أمال ربحت زوجها بخادم للمسيح، ربحت أمها، ربحت أبوها. أنا فاكر إن أنت قلت لي قصة رايحة لباباكي قبل ما خلاص كان يروح، قلت له بابا أنا خايف على أبديتك، أنا خايفة على بديتك، وصليتي معاه، صليتي كمان مع مامتك، صليتي مع أولادك، صليتي مع حماتك، صليتي مع أهل بيتك بصدق. يعني المجد يرجع للرب، لكن أنت عرفتي ترجعي المجد للرب يسوع في نص دقيقة. بصي للكاميرا كده وقولي رسالة لأي أم، اللي في قلبك قولي. عايزة أقولك أن معرفتك بالمسيح مكسب يا رب، ومعرفتك بالمسيح تعرف تخليكي تعملي كل يا حاجة يا رب. معرفتك بالمسيح تخليكي تعرفي ركبك تخليكي تعرفي ازاي تتعاملي مع كل حد. معرفتك بالمسيح اذا كان حتى جوزك بعيد هيجيبهولك، اذا كان ولادك فيهم عند فيهم تعب فيهم حاجات كتيرة انت مش عاجباكي، لكن هو هيروح وراهم. انت تاخدي ولادك على ركبك، هو يعرف يروح وراهم ويجيبهم لك. معرفتك بالمسيح تخلي الناس تقدرك وتقدر جوزك وتقدر ولادك، وتيجي الناس للمسيح بسببك يا رب. انا عايزاكي دايما تشاوري على نفسك، ما تشاوريش على حواليكي، ما ترجعيش لحواليكي اللي حواليكي تقولي هما السبب. تعالي على نفسك وتعالي كده حطي نفسك قدام ربنا، قولي له ايه العيب اللي فيا يا رب، ازاي ارجع لك، ازاي اتوب. ولو انت امراه فاضله وامراه تقيه صدقي ان ربنا جاي لك، وان في يوم من الايام الله هيعوضك، وهيتقال كلام الكتاب يقوم اولادها ويطوبونها زوجها ايضا يمدحها. فاحنا بنصدق كلمات الكتاب ان هيجي وقت وهيبقى في زمن تعويض ليكي ولحياتك. يا ريت كل الامهات أمين. تسمع النهاردة الكلام اللي تقال أصق، حتى البرنامج ده لما هيتساع مسجل والناس هتسمعه بعدين أصق إن فيه بركة غير عادية. كلمة شكرا مش كفاية ليكي، شكرا يا مايكل، لكن شكرا إنك لبيتي الدعوة، شكرا إنك كنت سبب بركة لألاف وملايين من الناس. أنا متأكد من الأمر، دموعك وصلت، ناس كتيرة كانت بتبكي معاك النهاردة. شكرا كمان لمشاهدينا الجمال
اللي بيشاهدوا هذا البرنامج العظيم نرى نورا، وانا اثق واؤمن الرب يسوع هيدي نور زياده لاي انسان طالب النور. اشكركم مره كمان، واشكر كل مشاهدينا واعداد البرنامج، ولالهنا كل المجد. امين, آمين.